جيب رقبتك يا بنت الحداد. عندك انت وهو يا واطيه يا عويله يا بنت الحداد انت والانيكي ده. ايه اللي بتعملوه ده؟ يلا كنت موتوا بعض قبل انا ما استجلتكم من جسمكم. ده احنا كنا بنهزر يا ريسه. هو ايه بسلامته عايز بيت؟ كل شويه يقول لي عايز بيت بيت، وكان بيعيرني بخلفتي للصبيان. كنت بفهمه يعني ان دي حاجه بتاعت ربنا وكده يعني. ربنا؟ هو انت تعرف ربنا يا عويله يا بنت الحداد؟ اه منك وكون النسوان في ايه؟ شفت يا ستنا؟ شفت كانت هتجيب رقبتك دي عشان كنت ناوي اجي اقول لك عليها بتعمله. يا اخويا طب ما خدتش رقبتها انت ليه بدل ما هي تاخد رقبتك؟ انت إيه وكلم بتقص الاكل يا ستنا، بتقص الاكل وتسرقه وتجيبه. طب فحولنا. شايف ازاي؟ بص العويل والعويله قال ايه؟ بيسرقوا الاكل؟ فين يا اخويا المجنون اللي لاطيته واللي سدد ديونها بيه؟ ارملي امور يا ريس. اسمع يا زبط الطين، اقلب لي البيت ده عليه وطير لغايه لما تطلع لي المبلول كله المخمره اللي بتتسمى بنت الحداد دي. امور يا ريس. استني يا كبير انا ما قصتش حاجه. ما قصتش حاجه؟ يلا يا مره كهينه، امال الديون اللي سددتيها دي سددتيها منين؟ ها؟ من الاكل؟ يا ريس المبلول كان حاطينه في شوال الرده. شوال الرده؟ سكه وطريق لشوال الرده، سكه وطريق لشوال الرده. ارمالي امور يا ريس. هات الجوز دولم على المنقط لغايه لما يجي لي مزاجي السله عليكم انتوا الجوز، اشوف هعمل معاكوا ايه. انت لو كنت جيتولي سكه وطريق كده وقلت لي الصراحه كنت عفيت عنكم، لكن الكون بتاع النسوان ده وانا عارفه انك مره لئيمه، لكن انا ليا تصرف معاكم. يلا هاتهم لي. يلا ارمالي امور يا ريس.